في إطار برنامج رئيس الجمهورية وفي إطار برنامج كذلك المخطط الوزاري اللجنة المشتركة، الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية سطرت برنامج السنوي، ومن أهم يعني المحطات التي تؤدي إلى أهداف النهض بالرياضة المدرسية، وهي هذا الموسم درنا يعني برنامجنا الألعاب الأولمبية المصغرة أو ليزولمبياد سكولير، يعني الأولمبياد المدرسي. هذه يعني في برنامج مهم في مدى القصير، يعني في شهر مارس المقبل إن شاء الله سوف تكون هذه هي تيست إيفنت في ولاية وهران، اللي راح يكون تيست ايفنت بول الالعاب البحر الابيض المتوسط. وكذلك يعني الاتحاديه ابت كذلك تبرمج في اقرب وقت ملتقى وطني، لهذا الملتقى الوطني يخص يعني المدراء الفنيون للرابطات وكذلك رؤساء الرابطات والامناء العامون، لي يعني لمسادقة على المستجدات التي قضيت في الملتقى الوطني التقني اللي جاز في شهر أكتوبر الماضي، وهذا يعني باش تكون عندنا يعني رؤية على يعني على المستجدات اللي في البرنامج المنافسات الاتحاديه. هنا يعني منافسات المنتخبات الولائيه وكذلك المنافسات المؤسسات الرياضيه، المؤسسات ما بين المؤسسات، وهذا راح يكون ان شاء الله في الشهور الجايه ان شاء الله. 25 ديسمبر المقبل ان شاء الله تكون البطوله الوطنيه للعدو الريفي المؤهله للعدو الريفي المغاربي ساقيه سيدي يوسف ان شاء الله في شهر فبراير المقبل، وكذلك البطوله العالميه في شهر ابريل المقبل راح تجرى ان شاء الله في سلوفاكيا. وكذلك عندنا الجيملازياد الدولي اللي حيكون في شهر جوان في فرنسا ان شاء الله، هذا راح يكون تحضيرا للاولمبياد المدرسي اللي راح تكون ان شاء الله في وهران، راح نكون منتخبات، راح يخرجوا منتخبات في عده اختصاصات ان شاء الله.